بايرن ميونخ حرفيا بياخد برشلونه ورا مصنع الكراسي. ليه؟ حته فاضيه كده ما فيهاش جماهير والدنيا هص هص، قال لك بس اعمل معاهم الجلاشه. المفترض كده رئيس برشلونه كل اللي يعمله ان هو يروح لاي مركز في البرتغال ويعمل محضر قصاد بايرن ميونخ بالتحرش، تحرش ايه؟ باغتصاب الفريق بتاعه. بس متهيألي حتى برضه لو عمل الموضوع ده هيطلع منها بايرن، لانه كان برضاك يا حاج سيتيان كان موافق على الموضوع ده. الهزيمة ما كانتش سببها بس تفوق البايرن على برشلونة، ولكن كان ان برشلونة بالظبط عايز يتغلب، ان سيتيان عايز يتغلب. سيتيان اصر على فكره المتحجر ان انا العب على الاستحواذ، ان انا همسك الكوره، الكوره بتاعتي مش بتاعتكم، انا اللي شاريها وانا اللي جايبها، فالكوره تفضل معايا ومع لعيبتي. في ظل ان البايرن بيلعب بدفاع متقدم، فعامل لك تكتل في خط النص عشان يخنق الحل الوحيد اللي عندك اللي هو ميسي، ويضغط على خط النص بتاعك. وانت خط النص بسم الله ما شاء الله عندك في برشلونه ما فيهوش لعيب يعرف يفتح سبرنت اصلا ولا يعرف يجري، فعشان كده كنا بنلاقي ان ما فيش مسانده من خط النص، لا من بوسكيتس ولا دي يونج ولا حتى الواد اللي طلع ده اللي ما اعرفش كان اسمه ايه في الشوط الاول ونزلته مكانه جريزمان، اللي هو المفترض ما يلعبش في برشلونه اصلا، يعني انا نسيت اسمه لانه هو المفترض ما يلعبش في برشلونه اصلا، ولا حتى الراجل فيدال. كل دول ما كانوش بيعملوا التغطية مع الدفاع، ما كانوش بيرجعوا للدرجة انهم يعملوا تغطية مع الدفاع، في ظل ان البايرن كان بيعتمد على اللامركزية. فانت كنت بتلاقي لعيبة كتير في الحالة الهجومية، حوالي 5 أو 6 لعيبة، وما بتعرفش تمسك مين، لان انت بتلاقي اللي في اليمين شمال واللي في الهجوم في اليمين، وحاجة غريبة يعني تلاقي جنابري مرة على اليمين مرة على الشمال، تلاقي بيريزيتش نفس النظام، تلاقي عمك ليفاندوفسكي اللي هو مهاجم صريح طالع بره الصندوق اصلا، وتلاقي في زياده من عمنا مولر في خط الهجوم. فكل ده ادى الى تفوق البايرن على برشلونه. لكن اللي كانت مصيبه كبيره ان هو استمرار سيتيان على فكره. سيتيان الحاجه الوحيده اللي جبت بيها هدف كان لعب كره طويله في ظهر لاعبي بايرن ميونخ. بايرن ميونخ كانوا بيسيبوا على الناحيتين مساحات ياما، ورا كيميتش ورا الظهير الايسر الناحيه الثانيه، دول التنين كان بيبقى وراهم فدادين ارض تقدر تلعب فيها كوره، وانت محتاج ناس سريعه عندك. فما نزلتش انسو فاتي، بديتش ليه بيه؟ ليه من الاول اخترت تشكيله غلط؟ فبدايه تشكيله غلط، الاسلوب غلط، وصلك للكلام ده. اولا الفرق ما بين الفرقتين فقط لا غير مش فكر المدرب، لا، ان البايرن معدل المباراه دي صح، وعارف داخل هيلاعب مين، هيلاعب برشلونه اللي هو من افضل الفرق الاسبانيه او افضل فرقه اسبانيه الاونه او الفتره الاخيره مع ريال مدريد. تاني حاجه عارفين من المباراه هم عايزين يعملوا ايه. تالت حاجه داخلين اللعيبه عطشانه عايزه تجيب بطولة أوروبية، من الآخر عايزة تعدي، عايزة تلعب كورة شرسة، اللي عندهم الشراسة والمجهود. حتى أنت لو تبص لهم تقول له إزاي اللعيبة دي ليها حوالي شهرين مبطلة كورة وما بتلعبش، ده كله إعداد مدرب للمباراة. أما على الناحية التانية سيتيان فتقريبا كده اللي قاله لهم، يا جماعة الفرقة دي ليها شهرين ما لعبتش كورة، يعني إحنا من الآخر كده لو مشينا كورة مع بعضنا أوبا احنا في نص النهائي. هنلاعب مين؟ هنلاعب السيتي ولا هنلاعب ليون؟ ممكن نعدي يعني، انا عارف اتعامل مع بيب جوارديولا لو عدى، يعني بصراحه هعرف اتعامل معاه. لكن انت ما عرفتش تتعامل مع فليك اصلا، حتى التبديلات بتاعتك كانت تبديلات خاطئه، يعني انت طمعت ان انت تتعادل او ترجع في المباراه بعد ما النتيجه كانت 5-2 بان انت تنزل انسو فاتي. يا حبيبي انت ما كنتش نافع بثلاثه في خط النص، بتطلع بوسكيتس عشان يبقوا اتنين، يعملوا ايه؟ ما هم مش قادرين قصاد الكترة اللي قدامهم من بايرن ميونخ. بايرن ميونخ عامل لما هنا، بايرن ميونخ كان من بداية المباراة بتشوف ان هو الدفاع بتاعه متقدم. تاني حاجة فليك راح بادي بقلبة كخط دفاع، كقلب دفاع، ليه؟ ما ابتداش بيه على الظهير الايسر. اقول لك انا بقى يا باشا، عشان لما تبقى الكورة مع برشلونة يتقدم لقدام قلبه، فيعمل زياده عدديه في خط النص، فيبقوا تلاقي في كل كوره بيستلمها ميسي او ميسي
بتكون قريبه منه الكوره، في ثلاث لعيبه محوطين لميسي، واول ما بيستلمها بتلاقي اثنين على طول دايركت على طول داخلين على ميسي، والثالث بيحرجم من بعيد بقى. ها هتعدي منهم ألسعك على طول، تعدي منهم اضربك اخش على الكوره اكسر، مش مهم، المهم ان انت مش هتعدي من المكان ده. فلعيبه بايرن ميونخ اشتغلت على الناحيه دي، ومدرب بايرن ميونخ اشتغل على الناحيه دي، ان يبقى في كثافه وفي ضغط. فانت كنت محتاج ان انت تسرع الكوره كبرشلونه عشان تقدر تكسر الضغط ده وتلعب كور مباشره، وانت التنين بسم الله ما شاء الله ما بتعملهمش. الحاله الوحيده اللي عملتها كانت لونج ليه، لما لعب الكوره القلبه كوره طويله وقدر ان هو يعرضها عشان قلب الثاني يحطها، قلب بايرن ميونخ طبعا يحطها هدف في نفسه. لكن بعد كده ما شفناش برشلونة، او بمعنى اصح شفنا برشلونة في كورتين، الكورة بتاعت ميسي اللي جت في العارضة واللي هي كانت عرضية وما لمستش اي حد وعدت، وكورة سواريز اللي طلعها نوير. وده راجع لان انت كفريق كبير زي برشلونة لما هيخش فيك جون لازم هتبقى فيك رد فعل. لكن بعد كده هل شفتوا برشلونة تاني؟ ما شفناش برشلونة غير في اخر الشوط الثاني، ان هو في يعني حنكشة كده شوية لما بايرن خلاص ابتدى المدرب لا نزل مدافعينك بقى احترس من الانذارات التانية، لان كان لعيب البايرن واخدين تعليمات بخش قوي معاهم، ما تخليش اللعيب بتاع برشلونة ياخد نفسه ان يلعب الكرة، لا بش عليه اكتمه على طول ما تستنهوش. فده اللي كان عامله فليك وده سبب النجاح. تاني حاجة الدفاع المهلهل بتاع برشلونة، احنا عارفين ان دفاع برشلونة مهلهل، فيبقى لازم يبقى فيه مساندة من خط النص. تعال نشوف الأهداف، بالذات الأهداف اللي في الشوط الثاني أو حتى الأهداف في الشوط الأول زي هدف مولر واللي هو كان الثالث أو الرابع هدف مولر، والأهداف اللي بعد منه. هتلاقي إن لاعبي البايرن في كسرة عددية داخل منطقة الجزاء، تاني حاجة مفيش تغطية من خط النص بتاع برشلونة مع الدفاع. يعني في الجون اللي هو السابع تقريبا اللي هو كان الأول لكوتينيو، هتلاقي إن بعد ما ديفيس اللي هو الظهير الأيسر بتاع بايرن ميونخ عدى، كان مفترض بيكي يجي يقفل عليه بدل ما هو واقف هنا وبيتفرج على عمنا ديفيز وهو داخل. عارف بيكيه ما قفلش عليه ليه؟ لان بيكيه شايف ان وراه فاضي، مفيش حد وراه يستره، يعني لو هو دخل كده هيبقى سايب مساحه التمرير للي ورا ان هو يعمل فيها اللي هو عايزه. فعشان كده بيكيه ما اتحركش انه يقفل على ديفيز، وده اتكرر في كذا هدف سواء الهدف ده او قبل منه حتى. تاني حاجه القوه، الحماس اللي كان عند بايرن ميونخ لما تشوف الهدف بتاع مولر مع لونجلي، تلاقي ان لونجلي كان هو المتقدم اصلا لما جه كيميتش يلعب العرضيه، المتقدم اصلا لونجلي دخل قطع بسرعته عمنا مولر، دخل بسرعته وبقوته خدها قبل لونجلي، حط رجله وحطها هدف. لاعبي برشلونه بالظبط حسسوني في الماتش ده اللي هو احنا مش عارفين نعمل ايه، احنا مش واخدين تعليمات بنعمل ايه، وايه اللي بيحصل في الملعب. يعني تلاقي اللاعب مثلا بوسكيتس عايز يجري مع حد، اهو يجري من نفسه مع حد يروح مع حد، يروح يلاقي بقى جنابري جاي يجري من هنا، انا هجري هروح مع جنابري خلاص، لا ده بيريزيتش بيجري من الناحيه الثانيه، استنى ده مولر بيكمل يا عم الحق، ليفاندوفسكي طلع الناحيه، مش عارف يجري مع مين، لان كان في لا مركزيه عاليه جدا جدا عند بايرن ميونخ، وفي بطء شديد عند برشلونه. اللي هزم برشلونه قبل ما يكون قوه بايرن ميونخ هو سيتيان ذات نفسه بالفكر المتحجر في الماتش ده، وان هو ما غيرش، ومتهيألي يعني متهيألي بصراحه مش بعيد ان احنا نشوف ان اللي حصل لساري هو اللي بيحصل لسيتيان، وبيقال لان في مدربين متواجدين بره بدون شغل ممكن يشيلوا برشلونه نوعا ما. في النهايه ألف مبروك لجماهير بايرن ميونخ، وهارد لك لجماهير برشلونة، وما تزعلوش مني في أي كلمة قلتها، لكن فعليا اللي حصل النهاردة دي كان ملهوش غير كلمة واحدة، ده ولا مؤاخذة اغتصاب كروي بايرن ميونخ لبرشلونة. واعتقد الناس اللي هتفرح في الموضوع ده لا مش جماهير بايرن ميونخ، جماهير الأرسنال. جماهير الأرسنال هتفرح ليه في الموضوع ده؟ لأنهم ضربوا كذا عصفور بحجر واحد. ازاي؟ اولا 8-2 بتاعت مانشستر
أرسنال حصلت في شهر أغسطس، فأعتقد إن دي حاجة يعني ممكن يعني يقول لك أهو بتاخدوا ناس أحسن مننا بتاخد 8 عادي يعني ما فيش حاجة، مع إن النتيجة دي اتنست تعتبر دي من 2011. تاني حاجة ال 10-2 من بايرن ميونخ، تخيل هيقول لك احنا خدنا 10-2 في ماتشين، وتوتنهام يقول لك احنا خدناهم برضه ال 10 في ماتشين، لكن انتوا خدتوا 8 في ماتش واحد، امال لو لعبتوا ماتش عوده كان يحصل ايه؟ كان خلص الجيم ده ايه يا عم؟ ولا كانوا شطبوا اسم برشلونه من الكشوفات الكرويه ولا ايه بالظبط؟ فانا اسف تاني لجماهير برشلونه لو زعلتوا مني في اي كلمه انا قلتها، وهارد لك ليكم، والف مبروك لجماهير بايرن ميونخ، والف مبروك من بعدهم لجماهير ارسنال، الهزيمه بتاعتكم اتنست. وفي حد تاني ممكن نعمل عليه ترول في الفتره اللي جايه، واشوفكم باتم حال واتم صحه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.